نصائح عن فيروس كورونا المستجد. فيروس كورونا المستجد فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسات التاجية كورونا، والتي تصيب الجهاز التنفسي وتتراوح حدتها من نزلات البرد الشائع إلى الأمراض الأشد خطورة مثل سارس ومارس، ولم يتم اكتشاف علاج لكوفيد-19 حتى الآن. حيث سجلت الإحصاءات المصرية عن الإصابات الجديدة 69 حالة، والوفيات الجديدة 6 حالات، والحالات السلبية 221 حالة، وإجمالي عدد الحالات 779 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وإجمالي عدد المتعافين 179 حالة. وهذه طرق انتقال مرض كورونا. بتتمثل الطريقة الرئيسية لانتقاله في الرذاذ الذي يتناثر من أنف أو فم الشخص المصاب بالفيروس عند السعال، ويمكن أن يلتصق بالأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، مما ينتج عنه إصابة الآخرين بالمرض عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم. ولذا فمن الأهمية الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة متر واحد على الأقل.